من كان يتوقع أن بلدا غنيا مثل ليبيا وعدد سكانه لا يتجاوز 6 ملايين نسمة يعاني سكانه اليوم من أزمة دقيق الخبز، وأن فيه من النازحين من هجر عن بيوتهم؟ من كان يتوقع أن الشعب الذي ثار القذافي ودفع الغالي والنفيس ليسقطه وفعل أن يتحارب اليوم ضمن تشكيلات وميليشيات متعددة كل منها يغني على ليلى؟ ومن كان يتوقع أيضا أن البنية الاقتصادية اليوم يخرب منها ما يخرب على أيدي جماعات متطرفة ويسرق منها ويهرب ما أمكن من ثروات عبر البحر وعبر حدود مفتوحة مع أفريقيا؟ أصبح اسم ليبيا اليوم مرتبط بتهريب البشر والتجارة بهم لكثرة من غرقوا في مياه المتوسط مغادرين من شواطئها نحو بلدان أوروبا. مواطنون ليبيون هجروا من بلادهم بقوة السلاح بسبب كلمة أو موقف، وبعضهم يعيشون على أمل وصول بعض المساعدات الدولية، وآخرون يحملون السلاح بوجه بعضهم ممن يخالفونهم الرأي والتوجه، وسياسيون متناحرون لا يستطيعون الجلوس على طاولة واحدة للحديث والوصول لحل ينقذ هذا البلد من حافة هاوية. حكومتان، برلمانان في بلد واحد في ليبيا، ومتطرفون من كل حدب وصوب يأتون، وبعضهم يتأهبون للقدوم، حيث النفط بالمجان والسلاح بالمجان ولا داعي لتأشيرة دخول. ما الذي يحصل في ليبيا؟ ومن المسؤول عن مواجهة كل هذه التحديات لإنقاذ البلاد؟ أسئلة نطرحها بشكل مباشر على ضيفي عبر الأقمار الصناعية وزير الخارجية الليبي الأستاذ محمد الدائري. مساء الخير، مرحبا بك معنا معالي الوزير. من أين تريد أن نبدأ؟ مرحبا بكم. نبدأ من مرحلة انتقالية صعبة ما بين سنتي 2012 و2015. ما رأيكم أن نبدأ بالأزمة السياسية اليوم في ليبيا سيد الدائري؟ الأزمة السياسية الليبية الحالية يعني ترجع إلى الوراء، ترجع أصولها إلى ما حدث ما بين سنتي 2012 و2014. الأزمة السياسية الراهنة الحالية تتعلق ب مثل ما ذكرتم أستاذ أحمد بحرب داخلية أهلية استمرت لمدة سنة. نحن نثمن الكثير من المصالحات الجهوية والقبلية التي حصلت أخيرا في غرب ليبيا وفي جنوبها، والتي أدت إلى هدوء ينبغي أن نثمنه عاليا. هدوء، السلاح لم يعد يتحدث بنفس الطريقة الأولى التي كان يتحدث بها منذ أشهر. نعم. نحن نتأهب إلى الوصول إلى وفاق وطني قبل الوصول إلى حكومة وفاق وطني. طيب. إلا أن الوفاق الوطني الآن يتعثر بالنظر إلى عدم وجود المؤتمر الوطني، سواء كان في يناير وفبراير الماضي في جنيف أو وجوده في الجولات الأخيرة في الصخيرات، وخاصة غيابه عن التوقيع على بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات الذي وقع بالأحرف الأولى يوم السبت 11 يوليو الماضي. إلى أين وصلتم اليوم بحوار الصخيرات؟ لماذا كل هذه العثرات؟ لماذا يتأخر؟ لماذا يمدد؟ أين هي الحلقة المفقودة اليوم في هذا الحوار؟ الحلقة المفقودة أن جماعات في المؤتمر الوطني تحاول أن تضغط من أجل تحقيق مصالح فئوية، مصالح شخصية. وللأسف رجل الشارع الليبي في شرق ليبيا، في غرب ليبيا، في جنوب ليبيا يتمنى اليوم قبل الغد التوصل إلى اتفاق. هذا صحيح. الوصول إلى وفاق وطني، ولكن النخبة السياسية التي الحاكمة هي التي في المؤتمر الوطني هي التي تحول دون تحقيق هذا الوفاق الوطني. أقول ما الذي تقصده بأنها تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية كما قلت؟ لم أفهم هذه النقطة. مصالح شخصية وفئوية وحزبية. للأسف هناك تيار نكبر وجوده في المؤتمر الوطني يتمنى الوصول معنا إلى الوفاق الوطني وإلى حكومة الوفاق الوطني، وهناك بوادر بأن هذا التيار للأسف هو تيار
ليس بقوي، هو تيار لا يسيطر على بواطن الأمور في المؤتمر الوطني. هذا التيار سيمضي قدما معنا، ونتمنى التوصل معه إلى وفاق وطني. وهناك آخرون في غرب ليبيا وفي جنوب ليبيا وشرق ليبيا وقعوا بالأحرف الأولى، ممثلون لبلديات، ممثلون لحساسيات مهمة في المجتمع الليبي مثل النساء ومثل ممثلي المجتمع المدني. هؤلاء وقعوا بالأحرف الأولى وهم متواجدون في الصخرات ومتواجدون في جنيف. هناك مكونات سياسية تسعى إلى الدفع قدما بهذا المسار، بحيث أن يتم جمع أكبر عدد ممكن من الليبيين حول الوفاق الوطني قبل أن نتحدث عن حكومة الوفاق الوطني. طيب. لأنه كثيرا ما يتم الحديث عن هذه الحكومة وعن تشكيلها، المهم هو أن نوقع هذا الاتفاق الذي سيكون بمثابة خارطة الطريق للسنة المقبلة، للسنة ونصف المقبلة أو للسنتين المقبلتين. نعم. هناك استحقاقات وطنية مثل الدستور الذي لم يتم صياغته بعد ويتم طرحه على الشعب، وأعتقد أن الحكومة المقبلة التي سيفضي لها الوفاق الوطني عليها واجبات كثيرة وحمل ثقيل، ونحن نتمنى إلى الزملاء الذين سيتولون هذا الحمل كل التوفيق. لكن قبل كل شيء نتمنى أن نتوصل إلى هذا الاتفاق وإلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الوقت من ذهب وهناك بما أنك تتحدث عن مسألة الوقت سيد الدائري، يعني أنا شخصيا منذ شهور، منذ أكثر من شهرين أسمع ذات التصريحات بما يخص الأزمة السياسية الليبية ونفس الاتهامات التي ترمى على الطرف الآخر. سؤالي المباشر لك، هل تدركون اليوم أهمية عامل الوقت في المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا وسط هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من سنتين، وأن عامل الوقت اليوم هو عامل مهم لإيقاف على أقل تقدير معاناة الليبيين اليوم والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها؟ بالفعل الوقت من ذهب، حان الوقت لأن ننجز هذا الوفاق الوطني. الوفاق الوطني يمثل استحقاق لنا كليبيين، الجل الأعظم من الليبيين مع الوفاق الوطني، وعلينا أن نسعى إلى تحقيقه في أقرب فرصة ممكنة، وبالذات في شهر سبتمبر القادم، خاصة وهناك خطر داهم علينا جميعا يمثله داعش وتمثله منظمات إرهابية أخرى رابضة على الأرض الليبية. هناك ضرورة حتمية لمواجهة هذا الإرهاب الذي يتهدد الأمن القومي لليبيا، ولكنه يتهدد في نفس الوقت الأمن القومي لدول الجوار وحتى لأوروبا. سنتحدث تفصيليا معالي الوزير عن هذا الموضوع، ولكن باختصار هل أنتم مستعدون من جهتكم في حكومة الشرق لتقديم أي تنازلات اليوم في مؤتمر الصخيرات، في الحوار الوطني اليوم، يعني الإسراع بالمرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية القادمة؟ المجتمع الدولي والمجتمع العربي الذي يواكب هذا المسار منذ سبتمبر الماضي يعي جيدا بأن الشرعية ممثلة في الأعضاء الأربعة لمجلس النواب الذين يمثلون الشرعية كانت ولا تزال تمارس قدرا عاليا من المرونة ومن الوطنية. هناك تعاطي إيجابي من أجل الحفاظ على مصالح الوطن، على هذا الكيان الذي يتهدده الإرهاب الدولي الرابض على الأرض الليبية. نعم، بالحديث عن الإرهاب اليوم والجماعات المتطرفة وخصيصا تنظيم داعش اليوم الذي يسيطر على مدينة سرت بالكامل، يحشد مقاتلين من كل مكان، يسيطر على النفط الليبي ويبيعه، كيف تنظرون إلى هذا الخطر المحدق اليوم بالبلاد وتطوره في المراحل القادمة ربما أو المستقبلية من ليبيا؟ نحن دعونا إلى تكاتف عربي من خلال جلسة طارئة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في 18 من هذا الشهر 18 أغسطس، وثمنا عاليا التوافق العربي بل الإجماع العربي حول ضرورة إيجاد استراتيجية كاملة لمحاربة الإرهاب في ليبيا، وإلى دعم الحكومة الليبية وجيشها الوطني من أجل تحقيق بنود وإنجاز بنود القرار الأممي 2214 الذي يطلب من لجنة العقوبات الإسراع في
تخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، خاصة وأن هذا الإرهاب يتمدد مثل ما ذكرتم بعد درنة وبنغازي وللأسف في مدينة سرت وصبراتة، ومن ثم فإنه ينبغي علينا جميعا كليبيين وكعرب أن نواجه هذا الخطر الداهم الذي يتهددنا. إذن تنتظرون يعني حظر، رفع حظر العقوبات على الجيش الليبي ليكون الجيش الليبي هو القادر أو الكيان القادر اليوم على القضاء على هذا التنظيم المتطرف، هل من جهود دولية جدية بهذا الصدد معالي الوزير؟ هناك جهود دولية في الطريق تقول بأن حكومة الوفاق الوطني هي الشرط اللازم لمساندة ليبيا ومساندة حكومتها مستقبلا في حربها ضد الإرهاب، لأن هناك مثل ما ذكرتم في تقريركم حكومتان، حكومة شرعية وحكومة الأمر الواقع التي سيطرت وللأسف على بقاع لا بأس بها من التراب الليبي. فالمجتمع الدولي والمجتمع العربي يتمنى على الليبيين أن يتفقوا على حول حكومة واحدة وحول وفاق وطني قبل تشكيل هذه الحكومة من أجل مساندتهم ومن أجل وضع حد لهذا الانقسام السياسي الذي نعاني منه منذ بزوغ ما يسمى بفجر ليبيا في 13 يوليو 2014. نعم، على كل الأحوال سنتحدث بمزيد من النقاط عن هذه التنظيمات المتطرفة، عن الأزمة التي تعصف البلاد، ولكن اسمح لنا أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا اللقاء الخاص مع وزير الخارجية الليبي الأستاذ محمد الدائري. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص الذي نخصصه لوزير الخارجية الليبي الأستاذ محمد الدائري. مرحبا بك معنا من جديد معالي الوزير. داعش اليوم يسيطر على مناطق في ليبيا، يسيطر على نفط في ليبيا ويصدره ويبيعه، ويسعى إلى حشد مقاتلين أجانب وحشد ليبيين في صفوفه والتمدد على البقعة الليبية. لماذا أريد أن أسألك في نقطة، لماذا مدينة سرت في التحديد اليوم يسيطر عليها؟ هل هي حاضنة شعبية له أم لها أهمية استراتيجية ربما من نواحي معينة؟ هناك بالطبع أهمية استراتيجية لهذه المدينة، ولكنني أذكر بأن داعش مثلا كانت قد تأسست وللأسف في ليبيا منذ أكتوبر الماضي في مدينة درنة. هناك تنظيمات إرهابية أخرى، أنصار الشريعة، كانوا متواجدين في سرت منذ 2012، وهناك كما نعلم مثل ما حدث في درنة ومثل ما حدث في بنغازي ومثل ما حدث في صبراتة في غرب ليبيا، فإن سرت لم تكن استثناء لذلك. هناك جماعات من أنصار الشريعة ممن انضووا تحت لواء ما يسمى بالدولة الإسلامية، ومن ثم أصبح تنظيم داعش يتمدد في هذه المدينة ويتعزز وجوده بتدفق مثل ما ذكرتم مقاتلين وإرهابيين من إفريقيا ومن بعض دول الجوار العربي الذين أتوا، ودول في المشرق العربي الذين أتوا وللأسف لبعث هذه الفوضى وهذه المجازر البشعة التي ارتكبت في درنة وفي بنغازي وأخيرا وللأسف في مدينة سرت كذلك. إذن يصعب عليكم اليوم في ليبيا ضبط الحدود أو ضبط تدفق هؤلاء المقاتلين المتشددين؟ يصعب علينا بالنظر إلى وجود قيود مفروضة على قوى الأمن الليبية والقوات المسلحة الليبية. القوات المسلحة الليبية مثل ما ذكرت في الجامعة العربية تفتقر أحيانا حتى لأبسط أنواع الجهوزية العسكرية وهي الذخيرة، ولا نتحدث عن قدرات عسكرية أخرى التي لا تمتلكها في هذه الساعة. بالنظر إلى القيود المفروضة منذ سنة 1970 من 2011 منذ قرار 1973 الصادرين في 2011 من قبل مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن طلب من لجنة العقوبات تخفيف هذه القيود، وطلب من الدول مساندة جهود الحكومة الليبية في محاربة الإرهاب وخاصة
في مجال رفع القدرات وفي مجال الأمن، بالإضافة إلى تحية الجهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب منذ السنة الماضية. هذه بنود قرأتها علنا في اجتماع الجامعة العربية. نعم. المجتمع الدولي رأى أنه من الضرورة مساندة ليبيا في حربها ضد الإرهاب، ولكنه وللأسف لم يتم تفعيل هذا القرار لحد هذه الساعة. المجتمع الدولي يقول ما سبب معالي ينبغي الوزير. لزاما على الليبيين، حكومة الوفاق الوطني، هم يضعون شرطا لازما لمساندتنا ومساعدتنا بالفعل بوجود حكومة وفاق وطني. وهناك حتى أطراف عربية ترى أن تسليح الجيش الليبي، وأطراف دولية أخرى طبعا يرون أن تسليح الجيش الليبي ربما يرفع كفة الشرعية ضد قوات أخرى، ضد خصوم سياسيين نحن في خصام سياسي معه منذ السنة الماضية. وللأسف كذلك كنا في حرب أهلية طاحنة في بعض مناطق ليبيا، ولكنني كما ذكرت منذ قليل هذه الحرب الأهلية الداخلية التي لم تكن مسمى بهذا الاسم منذ السنة الماضية قد انتهت والحمد لله. نعم. هناك بعض التحديات التي نواجهها اليوم، بين هناك عدو قادم من الخارج معالي الوزير. نعم، ربما أولوية التصدي له. بالفعل ونحن نتمنى على أشقائنا في الوطن في المؤتمر الوطني أن يعوا هذا الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعا، وأن يرتقوا إلى مستوى الحدث، مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا الآن، لأن الوطن يتهدده داعش ومنظمات أخرى، ومن ثم فإنه يقع لزاما علينا جميعا أن نلتف حول وفاق وطني. نعم. وأن نعيد اللحمة الوطنية وأن نتكاثف كليبيين من أجل مجابهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد الأمن القومي الليبي ويهدد جيراننا ويهدد أوروبا كذلك. بالحديث عن جيران ليبيا، كيف هي علاقة ليبيا اليوم مع جيرانها، وما هي أفق يعني التعاون فيما بينها وبين جيرانها، وخاصة الملف الأمني وملف المتطرفين اليوم؟ الجيران التفوا حول مسار ما يسمى بدول الجوار منذ اجتماع هذه الدول في الحمامات في يوليو 2014، نجتمع بين الفينة والأخرى، وأقول بأن هناك دعم قوي لمسار الوفاق الوطني من قبل تشاد، من قبل النيجر. آخر اجتماع عقدناه في يونيو حزيران الماضي في العاصمة التشادية نجامينا، وتم استقبالنا بحفاوة بالغة من قبل المسؤولين التشاديين وعلى رأسهم الرئيس إدريس ديبي. هناك دعم لليبيا من دول الجوار، وهي تتمنى جميعا على الليبيين أن يلتفوا حول وفاق وطني وأن يضعوا حدا لهذه الأزمة السياسية الطاحنة التي عصفت بالوطن منذ السنة الماضية، وإلى استتباب الأمن، بحيث أن يلتفوا جميعا معنا من أجل محاربة الإرهاب ومحاربة أيضا الهجرة غير الشرعية التي تحمل أحيانا في طياتها مخاطر الإرهاب، لأن بين المهاجرين غير الشرعيين يندس أحيانا بعض الإرهابيين. هذا خطر تعيه أوروبا، ولكنها تعيه دول الجوار كالجزائر وكتونس ومصر وغيرها من دول الجوار التي يأتي منها، كالنيجر التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين والإرهابيين للأسف. لأننا في ليبيا قبضنا أخيرا، تم ضبط عناصر من بوكو حرام سواء في سرت أو في بنغازي، هناك مقاتلون يأتون من إفريقيا فضلا عن أولئك الذين يأتون من المشرق العربي مثل ما ذكرت ومن دول الجوار، بالإضافة إلى عناصر محدودة من الليبيين التي انضمت إلى داعش. معالي الوزير، ربما تابعت بكل تأكيد كيف تمدد تنظيم داعش في مناطق شاسعة من سوريا والعراق، وكيف بات يتحكم اليوم بموارد تلك البلاد من آثار من نفط، وكيف يهربها ويبيعها اليوم. هناك بوادر يعني وفق العديد من الشهادات والحوادث لما يحدث في ليبيا، ألا تخشى أن يتكرر ذات السيناريو اليوم في سوريا والعراق، أن ينتقل إلى ليبيا، أن يتمدد هذا التنظيم، إذا رجعت أن يسيطر على مناطق أوسع وثروات أوسع، خاصة وأنه يخرب البنية الاقتصادية الليبية اليوم، يخرب موانئ، يخرب منشآت نفطية، مطارات، مؤسسات حكومية وغيرها؟
إذا رجعت إلى تصريحاتي بعد حضوري لجلسة مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب في 18 ديسمبر 2014، إذا رجعت إلى تصريحاته كنت أحذر منذ ذلك الحين بخطر انزلاق ليبيا إلى ما وصلت إليه للأسف سوريا والعراق، وقلت حينها وكررت هذا بعد توجهنا إلى الجامعة العربية الأسبوع الماضي حيث ذهبت إلى كل من لندن وباريس، كنت قد حذرت ولا زلت أحذر من أنه إذا لم يتم هناك جهد عربي ودولي لمحاربة داعش الآن فإنه أن الخطر الداهم علينا جميعا في ليبيا وفي دول الجوار وفي أوروبا أن نجد أنفسنا مع داعش أقوى مسيطرة على مناطق أوسع في ليبيا، بحيث أن ذلك يشكل خطر أكبر على الليبيين أولا وقبل كل شيء وعلى دول الجوار وأوروبا. ومن ثم فإنني طالبت بجهد متميز منذ ديسمبر الماضي، ولكن أحداث درنا وبنغازي وسرت الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتدعو الجميع أوروبيين وعرب وليبيين إلى التكاثف من أجل محاربة هذا الخطر الداهم. كل الشكر لك معالي وزير الخارجية الليبي الأستاذ محمد الديري على هذا اللقاء الخاص وعلى وقتك، ونتمنى طبعا أن تكون جهودكم يعني أن تلقى صدى إيجابيا وتحل أزمة السياسية في البلاد وباقي الملفات. كل الشكر لك معالي الوزير. شكرا أستاذ أحمد، شكرا لقناة الآن. شكرا لك. كل الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. أنا ألقاكم في لقاء آخر وشخصية أخرى بإذن الله. إلى اللقاء.